كابتن عادل، الف مبروك. النادي الاهلي فاز بمباراه وفاز باكتر من لعيب من ضمن الصفقات الجديده اللي كانت. اكيد، بس عاوزين نقول ان النادي الاهلي النهارده اداؤه كان مميز رغم اضاعه الاهداف، وكل الكباتن قالوا كده، ولكن المهم في الامر انك انت كسبت، تغلبت على حته يعني انت برضو المباراه اللي فاتت مباراه السوبر اضعت فرص كتير قوي، كان حظك وكان حظك سيء. انا خفت الموضوع يتكرر النهارده، رغم ادائك كان عالي وكان كويس قوي، رغم هذا اضعت اهداف كتير ولكن جبت هدف. مبروك ان احنا اول حاجه وصلنا للدور اللي بعده. الحاجه الثانيه المهمه، يعني انا كنت سعيد جدا النهارده بديانج الصراحه. ليه يا كابتن ايمن؟ لانه لاعب محطوط جوه الملعب، محطوط بره الملعب، بينزل يأدي. يعني صحيح. يعني فاكر لما قلت لك انه المدرب بيبقى سعيد جدا انك انت تطلعه ان هو اللي غلطان؟ يعني انا شايف ان ديانج بيطلع موسيماني غلطان النهارده، يعني ان هو يعني بيقعده، فاهم؟ وهي وجهه نظر فنيه، يعني مستر موسيماني وجهه نظر فنيه في بعض المباريات عدم البدء بديانج، بس ديانج اثبت له النهارده ان هو اعتقد لازم يكون. ما هو ده اللي انا بقوله لك كابتن، انت يمكن ما فهمتش. لا فهمت طبعا، فهمت. انا بقول بس، بقول لك هي بتبقى وجهه نظر لا فنية. يا كابتن، ما هي وجهه نظر، بس انا بقول دايما المدرب بيبقى سعيد جدا ان اللعيب اللي يحرجه بلغه الكوره. يعني احنا كنا نقول للاعيبتنا ايه؟ انا مش هلعبك النهارده، بس لما اديك احرجني. صح. فهو ديانج عمل افضل لاعب في الملعب. يمكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا على ديانج كمان. ديانج خلاك النهارده خطوره انبي انت شايف ان هي معدومه. صحيح، دي حقيقه. ده السبب، مش يعني ان فريق انبي ما ادتش اداء كويس، لكن كمان ديانج بيعمل ناحيه دفاعيه قويه جدا، ديانج بيعمل ناحيه الهجوميه المسانده والدفاع. يعني احنا مش عاوزين نتكلم عليه كتير، بس هو لا، هو يعني بص، عايز اقول لك حاجه، لازم نديله حق، هو صنع الفرق النهارده مع النادي الاهلي. هو بيصنع الفرق دائما. يمكن انا بستغرب جدا انه ديانج يبقى بره. يعني انا ما اتمنى ان طول الوقت ان ديانج يكون جوه الملعب، لانه لعيب كويس، لعيب كبير فعلا. صحيح. لعيب بيديك بيزودك لاعب في وسط الملعب، دي حقيقه. الحاجه الثانيه انه بيقطع. انت يا كابتن في حاجه مهمه لازم تعرفها، ان لعيب نص الملعب لازم يهاجم الكوره اكتر واحد من الثلاثه بيهاجم الكوره ديانج، وبعديه حمدي فتحي، وبعديه عمرو السوليه في مهاجمه الكوره. عشان كده لما بتلاقي ديانج موجود في الملعب بتلاقي الفرقه ما بتستحوذش عليك كتير. صحيح. بتلاقي واحد بيقطع وبيجري، دي واحد. اتنين، المسانده الدفاعيه بيعملها، المسانده الهجوميه بيعملها. الحاجه المهمه كمان في ديانج، بيزودك لاعب في التوازن ما بين الدفاع والهجوم. بمعنى لما بتلاقي النادي الاهلي بيهاجم بتبقى محتاج واحد عشان الكره الثانيه. أيوه. ديانج بيبقى اول واحد بيعملها، ولما النادي الاهلي بيدافع محتاج واحد عشان الكره الثانيه في الرد، هو ديانج اللي بيعملها. ولكن في الاخر صلاح محسن كمان انا بقول انه لازم ياخد اوقات اكتر من كده كتير. يمكن صلاح محسن هداف، لعيب ومن اللعيبه الكبار قوي، ويعني انا مش عايز كمان صلاح محسن يعني يروح للحته انه يبقى دايما احتياطي كفء وينزل، انت فاهمني يا كابتن؟ يعني انا محتاجه انه يلعب فترات طويله قوي ويلعب اوقات كبيره. ولكن في اخر الموضوع يعني انك احنا الحمد لله وصلنا وكل حاجه، بس لازم اعاده ترتيب بقى الفتره الجايه. في فتره راحه كويسه، اعاده صياغه لبعض اللاعبين، اعاده صياغه لبعض الاماكن جوه الملعب. مفيش شك ان الحته البدنيه، حته الراحه لمجموعه، وحتة التزويد لمجموعة تانية، علشان في تفاوت لعيبة دولية لعبت كتير ولعبت مباريات كتير قوي بتحس بيها بإجهاد، ولعيبة تانية بتحس إن هي أنفت. بس اللعيبة الدولية راحة المنتخب، أنا عارف راحة المنتخب. فرصة بقى إنك أنت تعمل التوازن ده، إنك أنت تعلي اللعيبة الآخرين، علشان خلي بالك أنت رايح منتخب مصر رايح يلعب مباراتين صعبين مع ليبيا. صح. منهم تاني مباراة على أرض ترتان، خلي بالك هيجي فيه اجهاد كبير من اللاعبين، بدني وذهني. صحيح. لا، وحاجه تانية، انت عندك مباراه وديه كمان يوم 30 للمنتخب، فانت داخل على مباراه وديه، وبعدين مباراه انت بتلعب في تصفيات كاس العالم، وبعدين هتلعب المباراه الثالثه على ترتان في ليبيا. ف
فخلي بالك انه لازم مستر موسيماني يعرف الامر ده كويس، لازم يعرف انه طول الوقت اللي جاي ده لازم شغل يشتغله كويس. اعاده صياغه اللعيبه مهم 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 للغايه الفتره اللي جايه دي، علشان يعمل اعداد مصغر لمجموعه اللاعبين الاخرين.